في ظل الأحداث الراهنة اللي بتحصل في البلد، يعني أنا أؤيد أن الدوري يفضل شغال بحيث الناس يعني تخرج من التوتر العصبي اللي هي فيها، وال يعني بحيث أنها ننسى القصة ديت ونبدأ في مرحلة جديدة للشعب المصري. لا يمشي زي ما هو عشان الناس تنشغل فيه. أفضل أن ما يبقاش فيه كورة خالص الفترة دي، يعني في حال في وجود التعصب دوت، وان البلد تقريبا مقسومه اتنين دلوقتي. لا يمشي عادي طبيعي ويتلعب والامور ترجع طبيعيه احسن. يتاجل طبعا عشان الاحداث اللي بتحصل دلوقتي دي، يعني اصلا في احداث في البلد، ولو كرة اصلا هتعصب الناس اكتر. لا ان شاء الله يستمر ويبدا يوم 14. لا هو تاجيل برضو لحد حاله البلد تستقر وكل حاجه، عشان كده دلوقتي كده اصلا البلد دلوقتي مشدوده. تعمل في ميعاده عشان حتى الناس تطلع من المشاكل اللي فيها ديت. لا 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 يتعمل في نفس الميعاد حتى يمكن الناس تنسى المشاكل شويه. لا انا في رايي يكون طبيعي ويبقى طبيعي طبيعي كمان، لان ده هيساعد اكتر في حل، يعني الناس تبقى عايشه بطبيعتها. ان لو ناس حست ان في حاجه اتاجلت هتحس ان في مشكله هنا اهو.